تركيا في دقيقة. أكد مجلس الأمن القومي التركي أن التصعيد بين روسيا وأوكرانيا لن يكون من مصلحة أحد، فيما دعا الأطراف المعنية للاعتدال وخفض التوتر. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان بالعاصمة التركية أنقرة. أعلنت الدوحة اختتام اجتماع ثلاثي لوفود من قطر وتركيا وحكومة تصريف الأعمال الأفغانية حول إدارة وتشغيل مطار كابل الدولي، وذكر بيان أنه تم الاتفاق على مجموعة من المسائل الرئيسية حول كيفية إدارة وتشغيل المطار دون مزيد من التفاصيل. مجموعة زاد العقارية للاستشارات، زاد رأي وسداد. للتواصل 0555 110 92. سجلت تركيا 174 وفاة جراء فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة. وبحسب البيانات المنشورة، سجلت الوزارة أيضاً 82,180 إصابة. قال المدير الفني لشركة توساش تيميل كوتيل إنه بقي 14 شهراً فقط وسيقومون بتشغيل محرك المقاتلة الشبحية الوطنية MMU، وستغادر الطائرة من الحظيرة. تركيا في دقيقة.